عم نتناول سلسلة بعنوان الرب يباركك. ذكرت أحد الماضي أنه في ناس ما بيحبوا التعبير. لو الرب يباركك بتطلع فينا هيك لغة غريبة. قال لي عرفت كلمة السر تبعكم. بس تقولوا الرب يباركك بتعرفوا على بعض. يا ريت كل الناس الرب يباركهم بالإيمان وبالنعمة وبالخلاص. وإذا هيدا بميزنا ليش لا؟ الرب يبارككم، قولوا أمين. وإجت هالكلمة بتكرار مثل ما شفنا الأحد الماضي بالإصحاح 12، موجود الآية الأساسية قدامكم، لكن هي وردت 5 مرات. بقول وقال الرب لإبرام اذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض التي أريك. فشوفوا كيف بيستعمل كلمة البركة 5 مرات هون. فأجعلك أمة عظيمة، أباركك وأعظم اسمك وتكون بركة، وأبارك مباركيك ولاعنك ألعنه، وتتبارك فيك جميع قبائل الأرض. إذا بناخد كمان كلمة مباركيك أي الذين يباركونك كمان بيطلعوا 6 مرات. واليوم رح نقرأ كمقدمة للموضوع من تكوين الإصحاح 15. من فضلكم خلينا نفتح لتكوين 15 ونقرأ نحن واقفين من كلمة الرب. ابتداء من الآية 7 للآية 17 بيقول وقال له أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. أور يعني نور، الكلدانيين يلي كانت فيها عبادات وثنية، ومن هونيك الرب أخرج إبراهيم. أنا الرب الذي أخرجك من أور الكلدانيين. والرب بيقول اليوم لكل واحد منك أنا الرب الذي أخرجك من عبودية، حط 3 نقط، عبودية الخطية، الكذب، الفساد، السكر. ما بعرف منين الرب يجيب كل واحد منا. رب يقول لك أنا اللي طلعتك من هنيك، قولوا أمين، ليعطيك هذه الأرض لترثها. فقال أيها السيد الرب بماذا أعلم أني أرثها؟ لأنه ما كان عنده أولاد وصار شيخ. فقال له خذ لي عجلة ثلثية وعنزة ثلثية وكبشا ثلثيا أي عمره 3 سنين ويمامة وحمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط وجعلها شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه. فنزلت الجوارح على الجثث وكان إبراهيم يزجرها. ولما صارت الشمس إلى المغيب وقع على إبرام سبات، وإذا رعبة مظلمة أي ظلمة مرعبة، ظلمة كتير قاتمة ومرعبة عظيمة واقعة عليه. فقال لإبرام اعلم يقينا أن نسلك سيكون غريبا في أرض ليست لهم، ويستعبدون لهم فيذلونهم 400 سنة، ثم الأمة التي يستعبدون لها أنا أدينها، وبعد ذلك يخرجون بأملاك جزيلة. وأما أنت فتمضي إلى آبائك بسلام وتدفن بشيبة صالحة، وفي الجيل الرابع يرجعون إلى هنا، لأن ذنب الأموريين ليس إلى الآن كاملا. ثم غابت الشمس فصارت العتمة، وإذا تنور دخان ومصباح نار يجوز بين تلك القطع. في ذلك اليوم مش عمل، قطع الرب مع إبرام ميثاقا قائلا لنسلك أعطي هذه الأرض، إلى آخر الإصحاح. نصلي. اللي يا رب أنت الإله الذي أخرجني من العبودية، من الخطية، من الصعوبات، أريد أن أتبعك، أريد أن أعبدك، أريد أن أعرفك. هي آخر ترنيم كنا عم رنيه الإنجليزي بتقول أنا رح مضي حياتي، أقول spend my life، رح أقضي حياتي جرب أعرف وأفهم مين أنت يا رب وعظمتك. The greatness of our God، عظمة الرب إلهنا. هل عايش بالدنيا جوعك وعطشك تقول له رب أنا بحب أعرف مين أنت، أو الحياة لاهيتني ولاهيتك؟ هل بركة الرب
أغلى وأغنى شيء بحياتك عم تبحث عنه أو مشغول وعتلين هم. رب يهدئ نفوسنا وقلوبنا اليوم. قل له يا رب أريد أن أعرفك اليوم باسم المسيح. آمين. آمين. تفضلوا. أخرج من أرضك عشيرتك بيت أبيك واذهب. أخرج واذهب. أخرج واتعب واتبع. أترك وأطع. هودي الوجهين للعملة الإلهية. لعملة اتباع الرب بدك تترك وبدك تتبع. ما فيك تترك من دون ما تتبع، وما فيك تتبع من دون ما تترك. بدك تترك المكان الحالة اللي انت فيها وتقول له يا رب أنا بدي سير وراك. كل البركات الإلهية بتكون نتائج. فأجعلك أمة عظيمة، أباركك، أبارك وأعظم اسمك وتكون بركة وإلى آخره. رح لخص بدقيقتين أحبائي ما تعلمناه الأسبوع الماضي، نرجع نكمل الموضوع اليوم. تملنا مرة الماضي مين هو إبراهيم. إبراهيم كان شخص أرامي، كان شخص وثني وعبد، هو وتارح أبوه وأجدادهم آلهة أخرى بيقول. لكن كان صوت الرب لإبراهيم أنا وات بقول ما بعرف ليش الرب شاء أن لا يخبرنا بعض الأمور المشوقة، بس نروح على السماء يمكن رح نقضي الأبدية نجرب نتعلم من الرب ليه صار هيك، شو صار هيك، إن كان بحوادث الكتاب، إن كان بحياتنا، ليه يا رب هذا الوقت عملت الأمر الفلاني أو الفلاني. طرق الرب غير طرقنا، حكمته غير حكمتنا. كيف الرب حكى، كيف دعاه، كيف عرفوا على ذاته؟ ما كان في كنيسة بيقول الكلدانيين، كيف عرفوا على ذاته؟ ما منعرف. لكن يا أحبائي إذا كان اللبيب أي الذي يفهم من الإشارة يفهم، المؤمن من الإشارة يفهم أيضا. لما بدك تسمع صوت الرب رح تسمعه، لأنك مش أنت اللي عم بدق على باب ربنا، لكن ربنا هو اللي عم بدق على باب حياتك. كان أرامي، كان وثني، كان بدوي، كان بدوي ساكن بخيام وبربي مواشي. ما في أي شيء يميزه كإنسان دنيويا، لا بالعلم ولا بالمال ولا بالسلطة ولا، ولكن كان بدوي يعيش في الخيام. لم يكن أي شيء مميز أرضية حتى نقول لأجل هذا الأمر أو ذاك الله اختاره. الله ما بيختارنا لأجل حلاوتنا وسواد عيوننا، بيختارنا لأجل نعمته ومحبته. بدي أسألك، ليه بتحب ابنك؟ لأنه شاطر أو لأنه ذكي أو لأنه حلو أو بتحبه لأنه ابنك، لو شو ما كان شكله، شو ما كان وضعه. ونرى أن الله هو الذي دعا إبراهيم، هو الذي دعا إبراهيم، قال له إبراهيم أخرج. الخلاص هو دعوة إلهية. أنت اللي قلت له لله يا الله أنا بحب أتعرف عليك، أنت اللي قلت له لله يا الله بحب أنك تبعت ابنك يموت عني، عمل هالأمر قبل تأسيس العالم لأجل خلاصي ولخلاصك. الله هو الذي يدعوك. ولكن إبراهيم أطاع الدعوة، أطاع الدعوة. قال بالإيمان إبراهيم لما شو قولوا معي دعية، شو عمل هو؟ أطاع أن يخرج وهو لا يعلم إلى أين يمضي. أطاع، ترك وتبع، ترك وتبع. وهذا كان كافيا ليبرره. هيدا إبراهيم باختصار، بالإيمان آمن بالرب فحسب له برا. هيدا بتلخيص إبراهيم. ونتأمل بثلاث نقاط أساسية. نرى بأنه البركة لها ثلاث شروط. أول شيء لها شرط هو أن تترك. ما قال له خليك بيقول الكلدانيين أبلش بركك شوي شوي وإن شاء الله مع الوقت إذا بتحب تطلع. أحيانا بعض الكنائس بتحاول تساعد ربنا على خلاص النفوس، يعني منجرب نهونها شوي على الناس ومنجرب أنه نخفي شوي بالإنجيل إذا أمور صعبة أو أمور ما في أمور تعثر بالإنجيل، بس أمور تتحدى الإنسان خلينا نخففها على الناس. يعني منجرب أنه نعمل تجميل للإنجيل لحتى العالم تآمن. نحن ما بدنا نجمل الإنجيل، يسوع رائع بحد ذاته. إذا منظهره مثل ما هو، جماله وجمال نعمته وجمال رحمته ستملأ قلوبنا، ومثل ما قرأنا بمزمور 89 سنغني بمراحم الرب. هناك شرط، اترك واتبعني وساعتها الباقي علي. انت اترك واتبعني والباقي انا يلي بكمله. اثنين، هناك بركة، ان تركت انا سأباركك
والرب ما بيكذب بمواعيده يا حب. الرب إذا وعد بالبركة سيبارك. وثلاثة، فتصير بركة. اتباع الرب هو امتياز، واتباع الرب هو مسؤولية. تبعني باركك، وتبعني فتصير بركة. So you will be a blessing, or you shall be a blessing. ساعتها أنت رح بتكون بركة. نكمل اليوم في هذا الموضوع، ونرى بأنه المحرض أو الدافع لاتباع إبراهيم للرب كان الإيمان. ما اسمعوا لكم شغلة يا أحبة، يمكن البعض يفكر بتجيب عشور للرب، بدي بشر، بدي أعمل، الرب يبرككم، الرب يبرككم، بدي أقرأ، بدي صلي، بدي أخدم، الرب يبرككم. بس ما في شيء بهالحياة ممكن تقدمه للرب أهم وأعظم وأغلى من إيمانك بالرب. قال بدون إيمان شو؟ لا يمكن إرضائه. ما بتقدر ترضي الرب من دون ما تآمن فيه. آمن إبراهيم بالله، مش فصار برا، صار آدمي أحسن من غيره، حسب له برا، خلص برر الرب. الإيمان أهم وأعظم نعمة، برروا، وكل ما تبع كان نتائج الإيمان. كان في شرط واحد، آمن تترك، كل شيء آخر كان non-conditional. يعني إذا بترجع للآية الأولانية، ما قال له ساعتها أنا بباركك إذا بتضل ماشي معي، وأنا بعظم اسمك إذا أنت، ما في إذا، كلمة إف مش موجودة. أنت بس تترك وتبعني، الباقي كله علي، non-conditional. ما في شروط. في شو عبي يقول لابنه، يعني إذا بتنجح بالامتحان هالسنة بتبقى ابني، وإذا بتاكل مزبوط بقى ابني، إذا بتحمم بتبقى ابني، بتضل ابني، بتضل بالبيت. إذا نعمل هيك؟ ما بنعمل هيك. طب معقول نحن نكون ثابتين بأبوتنا ومحبتنا لأولادنا أكثر ما الله ثابت بمحبته ونعمته لألنا؟ في بعض الأحبة يلي بيأمنوا أنه إذا أنت بتآمن تخلص، بعدين إذا عملت خطية بتهلك، بعدين لازم تآمن مرة تانية تخلص، بعدين إذا عملت خطية بتهلك، وكأنه ربنا فتح لك جراج بتفوت السيارة عشية بتطلع الصبح. لا يا أحبائي، إيماننا بالمسيح ثابت ليس لأجل إيماننا، ولكن لأجل ثبات المسيح ونعمة المسيح في حياتنا. وكما قرأنا في تكوين 15، صورة شوية غريبة على الأقل على مجتمعنا الحاضر. اليوم العالم بيعملوا كونترا، بيروح عند كاتب العدل، عند النوتري، أو بيروح عند المحامي، بيعملوا في أوقات فورم رسمي، مثلا عقد الأجار، ما في داعي حتى تروح عند حدا، في فورم رسمي بتعبيه وبتمضي، خلص هيك المعاهدات بتصير. بهذيك الأيام المعاهدات كانت تصير بطريقة مختلفة، خاصة لما تكون على مستوى عالي بين الملوك، بين أشخاص عظماء. بيقول له الرب بدي إياك تجيب عجلة ثلثية، يعني بقرة عمرها 3 سنين، عنزة ثلثية، عنزة معزية ثلثية، كبش يعني خروف ثلثي، ويمامة وحمامة، لأنه هيدي كانت 5 أنواع ذبائح التي تقدم في العهد القديم. يا بجيب بقرة، يا بجيب عنزة، يا بجيب خروف، يا بجيب حمامة، يا بجيب يمامة. باقي الحيوانات ما فيهم يقدمون لأنه ما كانت حيوانات طاهرة. بيكفي أنه يجيبوا حيوان من الحيوانات لحتى من خلال ممارسة أو طقس معين يبرموا عهد، معاهدة، عقد ثابت بين جهتين أو بين شخصين. قال له فكر بأي طريقة الناس بيعملوا معاهدات وجيبهم كلهم، أي شكل وأي نوع من المعاهدات، بقرة أو عنزة أو خروف أو يمامة أو حمامة. فأخذ هذه كلها وشقها من الوسط، شقها من الوسط، شق بالنص، وكانوا يبعدوا هيك شق في من هون شق في من هون، شقهم كلهم مقابل بعضهم. وجعل شق كل واحد مقابل صاحبه، وأما الطير فلم يشقه، فنزلت الجوارح على الجثث وكان إبراهيم يزجرها. الجوارح يعني الحيوانات، الطيور هيدي اللي بتاكل الجيف، تنزل كان هو يزجرها. لا يكون يحبش كيف كان تحصل الأمور وقت حتى نفهم الصورة. كانوا أي شخصين بدنا يعملوا معاهد، لنقول ملكين أو شخصين أو زعيمين، كانوا يجيبوا حيوان من الحيوانات ويشقوه، كانوا يمسكوا خناصر بعضهم أو إيدين بعضهم ويتمشوا مع بعضهم بين هالقطع روحة ومجية، وإنه يروحوا ويرجعوا كانوا يرددوا كلمات المعاهدة من بعضهم البعض.
يعني أنا أتعهد لك بإني مثلا لا أضرك، أنا أتعهد لك إني لا أحتل أرضك، أنا أتعهد لك بإني سأندك في الحرب. كانوا يعلموا معاهد مع بعض ومسكين ديون وماشيين، وكأنه بكلام آخر مثل ما بنقول نحن على قص رقبتي ما بغير معك. إنما الموت يفصل بيني وبينك، وكأنه عم يتعهدوا إنه للموت للدم هن معاهدتهم لا تنفصل. فصار ناطر إبراهيم، شقيناها يا رب، يلا نزل أمسك إيدك نتمشى أنا وياك ونبرم المعاهدة بيني وبينك. لكن صارت الشمس إلى المغيب، وقع على إبراهيم أو إبرام سبات وما كان يجي الرب. أحيانا نتزمر لأن الرب بيتأخر شوي، أنا بدي حقق الأمر الفلاني، بصلي إذا الرب ما حققه بركض أنا حققه. حتى إبراهيم عمل هيك، ناطر الرب يعطي إسحاق، ما كانت سارة تجيب إسحاق، فقام راح أخذ الجارية هاجر وجاب منها إسماعيل. الله يسامعه هيك الشغلة. لكن صار ناطر والرب ما أجا. التحضر للمعاهد جاهز، لكن الطرف الآخر في المعاهد لم يأتي في الوقت اللي بده يا إبراهيم. ليه عم تتأخر؟ ما شقيناها، ما انت وعدتني ما تعطيني نسل، ما انا اختيرت وانتهيت، سارة اختيرت وانتهيت. الرب بيجي بوقته يا أحبائي، ووقته معظم الأحيان بيتأخر كتير عن وقتنا. نحن بنحب ناكل فاست فود، الرب بيحب يعمل طبخة كبيرة أساسية حط على النار ويطبخ فيها. وبدي لكم الفرق بين أكلة الفاست فود والطبخة اللي انطبخت على النار الدسمة، فرق كبير بمذاقها وطعمتها وشهيتها وغذائها أيضا. وصارت الجوارح تنزل، مرات تيري طيور السماء تشير لأمر سيء في الكتاب، تشير للشيطان، مش دايما بس بعض الأحيان. الزارع خرج ليزرع، وعد بعض البزار على الطريق وبعض على الأرض المحجرة وبعض على الأرض المشوكة وبعض على الأرض الجيدة، لكن قال يلي وعد على الطريق اجت طيور السماء واخذت البزرة. قال هيدا الشيطان يلي الناس بتقعد وبتسمع الكلمة، بتسمع كلمة الرب، بتسمع الوعظ، بلش تتأثر، بيجي الشيطان وبنسينا. طيور السماء عم تيجي عم تخرب المعاهدة، عم تخرب التحضير، وإبراهيم ناطر وعم يزجرها، وينك يا رب؟ وخلص النهار وإجا الليل وإجت ظلمة مرعبة. أوف ما بيقدر تأخرت، كل النهار قاعدين نكشة وناطرينك وظلمة مرعبة أيضا. وفي وقت لا تتوقعوا يأتي الرب، وقت متأخر علي وعليك، لكن ساعته تضبط الثواني ولا تتأخر أبدا. قال إن توانت مواعيد الرب، إن توانت إن أنت تأخرت فانتظرها فأنها تأتي إتيانا ولا تبطئ. انتظرها، عنده حكمة، عنده شيء عم بيحققه، انتظر الرب. وجه الرب وكلمه شو بده يصير، وقال له اعلم يقين نسلك بده يروح، بده يتغرب وبده يصير وبده يصير. عم يحكي عن نسله اللي بده ينزل يتغرب بمصر، وبده يستعبد وبده يطلع وبده يورث الارض ويكون امه عظيمه، وهو بعد ما عنده ولد. نسلك بده ينزل، بده يتغرب، بدك تصير امي، بدك، اما تبلش بالنسل ما اعطينا ولد. يا اوقات صعبه مادية أثناء الحرب، أولاد صغار وعم ندرس بكلية لاهوت، حصار، بدك إيه؟ كنت أقول له للرب أنا بحياتي بالحياة يا حبا دربت نفسي لا أعترض على مشيئة الله مهما حصل. قال له أنت الرب، بس وقت بطريقة مزح بقول له ما بعرف بحق اللي أمزح معه. قال له يا رب يعني يا تخو يكسر مخه، يعني يما هونيك بنمشي على الدهب بالأبدية والجواهر، يما هوني يعني وقت الأمور صعبة، لو بتعطيني اسم هالملاك اللي عم ببلط الرصيف فوق من الذهب، بقول له نزل لك شي بلاطه، زدت لك شي بلاطه نزول. بدك تعطيني نسل وبدي يروح يتغرب وبدي يرجع بعد 400 سنه، ما فرجيني شي ببيع ايدي بالاول. هل تثق بالهك ان لما بيوعدك مواعيد كبيره قادر يحققها؟ كل واحد يا احبه بحقق مواعيد على قده،
يعني إذا ابني بيجيب لي صغير، إذا ابني صغير يجيب لي هدية على عيد ميلادي مثلاً، بتوقع منه وردة، بتوقع منه زهر، بتوقع منه علكة، عادته. إذا ابني كبر توقع شيء تاني، إذا واحد صار سوبر مليونير توقع منه، كل واحد ببارك على قده. إلهنا عظيم قوي قدير لا شيء يستحيل عليه. توقع بركات على قده لإلهنا. فآمن إبراهيم، فآمن أي وثقة، أي صدقة، فحسب له برا. وكان نايم والرب عم يحكي معه، وبعدين قال له الرب أنت بتضل نايم وأنا اللي بتمشى بين الشقق. بالليل المظلم كان هناك عمود سحاب وعمود نار. الرب هو نور العالم، يسوع الآن هو نور العالم، هو اللي ظهر وصار يتمشى بين الشقق. تعرفوا ليش؟ لأن لما اثنين بيمسكوا يد بعض وتمشوا بين الشقق، الواحد بيكون عم بيتعهد الآخر بحياته وعم بيقول للتاني لو أنا كسرت المعاهدة أنا أتيح لك حق أن تسفك دمائي. هل يقتل إبراهيم؟ هل يقتل الإنسان منا أن يتعهد بالله؟ كم مرة تعهدت وكسرت عهودك؟ لكن العهد هو الرب، هو الذي قطعه، هو الذي يلتزم بكلامه، هو الذي يمشي، هو الذي حمل الصليب عني وعنك، هو الذي يصدق بمواعيده. كل شيء بدك تعمل أنك تقعد وتنظر خلاص الله وتصدق وتؤمن. في ذلك اليوم مش عمل مضى يعني signed، قطع. دائما الميثاق فيه قطع، قطع الله وعد وعهد ميثاق مع إبراهيم. قال له اللي عم قلك يا إبراهيم بده يصير، بده يصير. هذا هو الإيمان. هل تثق بالرب في حياتك؟ نقول المهم الإيمان. لا، مش مهم الإيمان بالحقيقة، المهم أي إيمان. طار الناس بيقول لك مهم الإيمان. أنا وصغير كان يجي شخص رجل دين يعلمنا دين بالمدرسة، دائما قلنا المهم الإيمان، المهم الإيمان. أنا صير أتساءل، كنت صغير مش حق علي، يمكن حق علي، بس صير أتساءل شو المهم الإيمان؟ أنا هيك بشد يعني بشي، أنا بآمن، شو المهم الإيمان؟ هذا بسموه بالإنجليزي بيليفيزم، نيو ايج موفمنت، الديانات الإرواحية. بقتلك أنت تخيل شخص موجود معك وصير حكي معه، وأنت بإمكانك أنك تخترع شخصية، a being، شخص ما، تصير تحكي معه هالشخص لو ما له وجود، أنت تجلبه إلى الوجود وبصير هذا الشخص القرينة تبعك. تعرف شو يعني؟ خلي لك شو يعني هالكلمة، تبدو فلسفية. يعني أنت فكر أنه أنا بدي شخص يكون معي، صديقي يلي يكون صفاته كذا وكذا وكذا، وقعد وعمل تأمل هيك مديتيشن وصير ناجي هالشخص لمدة 10 دقائق، بعدين ربع ساعة، بعدين ثلث ساعة، استرخي وبس تخيل هالشخص وسميه اسم كهول مثلا، كهول 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 كهول، بعدين بلش تشعر بالسلام بوجوده، بعدين هالشخص بصير موجود. بتعرف بكلام آخر شو عم بيقول لك؟ يا حبا ما بحكيكم عن شي شغلة في شي عشرة بيأمنوا فيها، يمكن 20-30% من سكان الأرض بيأمنوا هيك. كل الديانات الأروحية هيك بتأمن بأطرق مختلفة، عم بيأمنوا أنك أنت فيك تخلق إلهك، مش إلهك هو اللي بيخلقك. قل له الله خلق السماء والأرض، بقول لك لا شو هالحكي هذا، بس أنا بخترع شخص فآتي به إلى الوجود، أنا عم بخترع إله، أنا عم بخلق إله. المهم أنك تأمن؟ لا حبيبي، مهم تآمن كيف وتآمن بمين وتآمن بشو. إبراهيم بشو آمن؟ إبراهيم آمن بشخص الله. وقت نقول نحن لازم نآمن بها ولازم نآمن بها ونآمن بكس الخبز ونآمن بالمعمودية ونآمن بالكتاب، كلهم حلوين، كلهم حلوين، كلهم جيدين، لكن هودي نتائج أو وسائل. الغرض الحقيقي هو أنك تؤمن بالله، ما آمن بالعقيدة وآمن بالكنيسة وآمن بالطقوس وآمن بأفكاره. فآمن بالرب فحسب له برا. تكوين 15:6، رومية 4:3، لأنه ماذا يقول الكتاب؟ فآمن إبراهيم بالله. علاقة شخصية بينك وبين الرب. إذا ما عندك علاقة شخصية معه، إذا الرب ما صار إلهك، ما صار بيك، ما قبلته، ما عم بتطيعه، عم تعيش معه، ماسك إيدك بإيده، مسلمه كل أمورك، عم بتعيش حياتك لترضيه، فإذا إيمانك بعده ليس اختباري، إيمان ليس شخصي، إيمان نظري. مثل بسيط،
إذا أنت شميت ريحة أكلة وبتحبها كتير وبتعرف الأكل طيبة ولا طبخها كتير طيب إيده كويسة على يعني ماهرة في الطبخ بس ما أكلت من الطبخة استفدت شي؟ إذا بتعرف في طبيب بغاية المهارة في إجراء عملية معينة وأنت مريض بس ما رحت لعنده استفدت شي؟ بدك تؤمن مش بأمور حول الله لكن بالله نفسه. غلاطي 3:6 كما آمن إبراهيم بالله فحسب له برا. يعقوب 2:23 وتم الكتاب القائل فآمن إبراهيم بالله فحسب له برا ودعي خليل الله. أول شيء الإيمان هو إيمان شخصي مش إيمان البابا والماما مش إيمان أهلي شو ما كانوا أهلك. يمكن حابب أفكر أنه أنا أهلي إنجيلية وأهلي معمدانية وأهلي بالكنيسة وأعضاء بالكنيسة وأربيت بالكنيسة فأنا تحصيل حاصل مؤمن. لا يا حبيبي أهلا وسهلا فيك وممكن تكون مؤمن بس بدك أنت تختبره شخصيا. مش مهم أهلك شو إيمانه مهم أنت. والعكس صحيح. وقت بقى عم بحكي مع ناس بقول لك خي أنا أهلي هيك من الطائفة الفلانية أو بي خلفني هيك وجدي وأنا بدي أكفي هيك. شو هالمنطق البايخ؟ شو هالمنطق الفاسد؟ إيه لو بيك وجدك كانوا بوذيين تطلع بوذي ولا كانوا يهود تطلع يهودي ولا كانوا ملحدين تطلع ملحد. الإيمان هو إيمان شخصي بالله. كما رأينا مرة الماضية تارح أخذ معه إبراهيم وسارة وابنه نحور وأخذ معه ابنه اللي مات اللي هو لوط وراح من أور الكلدانيين ليذهب إلى أران إلى كنعان فراح إلى حران واستقر هناك. رجع الرب قال له إبراهيم ما تضل متكل البابا والماما إذا بيلحقوك أنت تبعني أنت تبعني. مرة في شخص صار يجي على الكنيسة وفرح كتير وصلى وإيمان وكان متحمس وبعد نتفي بلش يخفف كل ما زوره يقول لي أخوتي مش مبسوطين نعمروا على الكنيسة وخيي وبعد الآخر قال لي أنا متأسف ما راح أروح أبدا على الكنيسة. قلت له ليه؟ قال لي الماما قالت لي لهونيك ما بقى تروح. الزلمة عمره شيء 45 سنة. طلعت فيه بقلبي ما قلت له إياها قلت هذه أشباه الرجال. مامي مع احترامنا للمامي يعني منحبها للمامي طبعا كان عمري 15 سنة ونص وإيمنت وشفت المسيح وما صدقت. المامي والبابي وخيي وأختي وكلهم يعني مرنوا عضلاتهم فيه اللي بيخبطوا اللي بعيط واللي ما بعرف شو يقفلوا البواب نهار الأحد تمروا على الكنيسة. قلت ليه بنضلوا مقفلين شهر 2-3-4 بعد 3 أشهر نسي هونيك أحد الكنيسة الباب مفتوح كتبت لهم ورقة لحد هلا ما بتصير بخط إيدي ورقة قدي طويلة عريضة كل شيء في آيات عن الاضطهاد. قلت لهم أنا بحبكم كتير وبطيعكم كتير بس بحب يسوع أكتر وبطيعه بالدرجة الأولى لما بتقبلون مؤمن برجع البيت. حطيتها كنت بالتواليت حطيتها على كرسي التواليت حملت حالي وهربت من البيت. وين بدي أروح؟ رحت على الكنيسة. أهلي عرفوا وين بدي أروح لحقوني على الكنيسة كمان عجقة ونتفت حفلة ونيكي. قلت لهم مرتي الجاي رح روح على مطرح ما بتعرفوا وين. أنا مؤمن عجبكم بكون بالبيت ما عجبكم بكون برات البيت ما في شيء يردني عن هالطريق. فأمي أخذت خي على جانب قالت له هيدا خشخش أكيد شربوا شيء. طيب رجع البيت ومنشوف. رجعنا قالوا بتروح نهار الأحد. صرت روح نهار الأحد. خي قرر أنه يقبل التحدي يبرهن لي أني أنا غلطان. قال لك إذا التهديد والخبيط ما مشي الحال خليني نقرب الإنجيل برهن له أنه غلطان. كل ما نقرب الإنجيل قال له معك حق. ما في سنة خيي وخيي وأختي آمنوا بعدين أمي وبيي آمنوا وكتار من أفراد العائلة مامي وبابي أنه ما احترامي لقلهم وعد فكر لازم نطيع أهلنا ونحترم أهلنا بس الرب بالدرجة الأولى من أحب أما أو أبا أو أخ أو أخت أو أمرأة أو أولاد أكثر مني فلا يستحقني. اترك أرضك عشيرتك بيت أبيك اذهب لوين ما كان عارف لوين إلا الأرض التي أريك فأجعلك بركة وأباركك وأعظم اسمك وتبارك فيك جميع قبائل الأرض. ونحن لحد اليوم هون موجودين نتيجة إيمان إبراهيم لأنه هو أبو المؤمنين. هل تؤمن بالله؟ هذا أول صفة من صفات إيمانه. ثاني شيء مش بس الإيمان بالله كشخص ولكن الإيمان بأمانة الله وصدق الله وصفات الله. رومية 4:21-22 بيقول وتيقن
إبراهيم تيقن من كلمة يقين، عارف تماما، بالإنجليز بيقول fully assured، متأكد تماما أن ما وعد به هو قادر أن يفعله أيضا، لذلك أيضا حسب له برا. فإذا حسب له برا إيمانه لما ترك أرض أبوه، حسب له أيضا ثانيا برا لما صدق مواعيد الله. بتقول لي هيني يوم اليوم الرب إذا بيجي لعند واحد منا بيقول له ليك أنا بدي أعطيك ولد، هيني بس صار عمرك 100 ومرتك عمرها 90 بعتقد صعب شوي. صار عمري 100 مرتي عمرها 90 بعد ممكن يصير؟ يعني عمليا من جهته ومن جهتها لا يمكن الإنجاب. تيقن أن ما وعد به هو قادر. الله لا يمكن أن يعد بأمر ولا يفعله، لأنه لا شيء يعسر عليه. قال ولا يعسر عليك أمر، لا يعسر عليك أمر. أن أعلم أن الله هو إله المستحيلات، هذا هو الإيمان، أن تؤمن مش من الله قادر أن يعمل ما هو في وسعك، ولكن قادر أن يعمل ما هو في وسعه أيضا. نحن دائما نفكر انه ساره شكت وضحكت، ساره شكت وضحكت، وساره كانت ما بقى تخلف. ننسى انه ابراهيم مش شك لكن ضحك وكمان ما كان بقى بخلف. تكوين 17 بقول فسقط اما تضحك هي وتتساءل ضحك هو. فسقط ابراهيم على وجهه لما الرب قال له انا بعد بيجي لعندك بعد زمان الحياه، يعني بعد سنه من هلا، وسارة تحتضن ولد. الشيخة فسقط أبرام على وجهه وضحك وقال في قلبي هل يولد لابن 100 سنة وهل تلد سارة وهي بنت 90 سنة؟ مش بس شكك إنه مرته ما بقى تحبل، لأنه مثل ما بتعرف أحبة الدورة الشهرية انقطعت في هذا العمر، وهو أيضا كان مات جسديا. تكوين 18-12 وكان إبراهيم وسارة شيخين متقدمين في الأيام، مش بس هي كانت عاجزة، وقد انقطع أن يكون لسارة عادة النساء. فضحكت سارة في باطنها قائلة أبعد فنائي يكون لي تنعم؟ مش بس أنا، وسيدي قد شاخ. قلوا المجد هالإله اللي عنا. العمر بيفرق معي ومعك، والإمكانيات المادية والجسدية والحياتية بتفرق معي ومعك. لما الله يريد أن يعمل شيء في حياتك تمسك فيه، وهو قادر أن يعمله لأنه قطع ميثاق بدم المسيح معي ومعك. ثق بإلهك. وثق بأمانة إلهه أن يعطيه ولد. رومي 4:19 بقول وإذ لم يكن ضعيفا، كان ضعيفا في الجسد لكن ليس في الإيمان، وإذ لم يكن ضعيفا في الإيمان لم يعتبر جسده وهو قد صار مماتا. مماتا يعني فقد إمكانية الإنجاب. إذ كان ابن نحو 100 سنة ولا مماتية مستودع أي رحم سارة. لا فكر بزيته ولا الرب هيك بيقول، أكيد الرب بيعملها. واحد قال له لمؤمن عم يضحك عليه، قال له لا أنت بتآمن من كل عقلك إنه يونان بلعوا الحوت وبعد 3 أيام و3 ليالي بزقوا طيب؟ قال له بالحقيقة إذا الكتاب بيقول إنه يونان بلع الحوت وبعد 3 أيام بزقوا طيب رح ضل صدق. هيك قال إليه، هيك بصدق. شو بدي صدق؟ لايك داروين؟ مين بدي صدق؟ حكماء هذا الدهر. ليكن الله صادق وكل إنسان كاذب. كلام الرب رب الكلام. نعم سارة ضحكت، نعم إبراهيم ضحك، لكن إبراهيم بنفس الوقت آمن ووثق بصدق الله. بول ولا بعدم إيمان ارتاب في وعد الله، بل تقوى بالإيمان معطيا مجدا لله. وعن سارة أيضا
بيقول بالإيمان سارة نفسها أيضا أخذت قدرة على إنشاء نسل، وبعد وقت السن ولدت إذ حسبت الذي وعد صادقا. نحن دائما نقرأ عن إيمان إبراهيم، بالحقيقة لو ما بعبرانية 11-11 بيحكي عن إيمان سارة كنا مفكرين بالإيمان. نحن نسمع أنه ضحكت وهو ضحك، بس بعدين نشوف أنه هو آمن. هو بس بعبرانية 11-11 بيقول أنه هي كمان أخذت قدرة على الإنجاب لأنه حسبت الذي وعد صادقا. ثالثا، آمن مش بس بالله وبأمانة الله، ولكن آمن بقدرة الله. آمن بقدرة الله. في أي غريبة بقول راح يقدم ابن إسحاق وكان عارف أن الله بيقدر يقوم من الأموات. قال إذ حسب أن الله قادر على الإقامة من الأموات أيضا، الذين منهم أي من الأموات أخذوا أيضا في مثال. مثال يعني كان تايب، كان رمز للمسيح. طيب قبل إبراهيم ما كان حدا قام من الأموات، ما هيك؟ نحن نعرف أنه الرب أقام لعازر، نعرف أنه الرب قام من الأموات إلى آخره، في عدة حوادث الإقامة. بس نحن ما بنقرأ أنه بأي مطرح المطارح إبراهيم سمع عن القيامة أو قرأ عن القيامة، ولا حتى الرب قال له بدي قومه. يعني ما في أي كلام عن هيدا شيء بينه وبين نفسه استنتج إبراهيم. قلت لي منين جايب هالمعلومات إبراهيم أنه الرب بده يقوم إسحاق؟ لما راح هو وعبيده واخذ ابنه ورايح على جبل المريا، مشي بمسيرة 3 أيام، بعدين قال لهم انتم بقوا هون، بطلع انا واسحاق منعبد ومش برجع لعندكم ومنرجع اليكما. طيب منين عارف باب بانه راح ترجع معك ابراهيم؟ برجع بقول لكم يا احبة، ارجوكم اسمعوا، اللبيب من الاشارة يفهم، والغشيم لو بدقوا حدوا كل المدافع مش حدوا براسه ما رح يفهم، ما بده يفهم. قال ما أنا اختبرت قيامتين، أنا كنت ميت وسارة كانت ميتة، والرب جاب ولد من موت اجتمع مع موت. الذي يقيم جسدين مائتين ألا يقيم جسد مائت؟ اثنين، قال إذا كان الله وعدني بأنه بإسحاق يكون لي نسل، حتى أنه لا أحد يستطيع أن يعده مثل نجوم السماء وكالرمل الذي على البحر، والرب عم بيقول لي موته، والرب صادق، والرب ما بيكذب، والرب أمين، وبإسحاق الحل الوحيد أني أنا بدي موته وبدي أقومه. لا، ما حدا قال له على القيامة، ما حدا علمه على القيامة. الرب ما قال له ليك قدموا ذبيحة، بدك تقومه؟ إيه بقومه، إيه من قدموا ذبيحة. نحن دائما نعرف النتيجة بعدين من آمن، ونعرف النتيجة بعدين من ضحي، بنعرف النتيجة بعدين منطيع. لا، قال لابد أنه الله يقيمه. لكن أحبائي الرب ما اضطر أنه يموت ويقيمه، لأنه الله لا يقبل أن إبراهيم يقدم ابنه عن الله، لأنه الله هو اللي قدم ابنه عن إبراهيم وعني وعنك. الرب عم يطلب منا، وأنا إذا بضحي شو بصير؟ رح أقول لك شو بصير. بس بضحي النفس المروية تروى، والمعطي يعطى، كيلا مهزوزا ملبدا فائضا في احضانكم. تعرف وين صمتنا؟ انه بنختبر نعمه الله وبنفرح بنشكر، بس نجتاز صعوب مرتين نرجع منشك، بنرجع بنختبرها بنرجع منشك. حبيبي طب الاله اللي كان معك امبارح واول امبارح واللي قبله واليوم، ليه ما بتظن انه قادر يكون معك اليوم وبكره واللي بعده واللي بعده؟ هل تثق بالهك؟ تسلم لالهك. اخيرا، آمن بالأبدية. وقت بيقول آمن إبراهيم بالله فحسب له برا، ودعي قبل المؤمنين مش على البلاش. فظيع إبراهيم، أمور آمن فيها لم تذكر له ولم تذكر قبله. آمن بالقيامة وما حدا قال له عنها، وآمن بالأبدية وبالسماء مع أنه الرب ما قال له بدي أعطيك هاي الأرض، ما قال له بعطيك السماء. قال لأنه كان ينتظر المدينة التي لها الأساسات التي صنعها وبرأ الله. أول شخص بيحكي عن السماء وبشوف السماء بشكل واضح كان إبراهيم، مع أنه ما حدا خبره عنها. بدي أشرح هذه النقطة وأختم هنا أحبائي. مرت الجاي ندخل في المواعيد. ما كانت مواعيد؟ 7 مواعيد، وماذا تعني؟ تعرفوا إبراهيم دار حول الهلال الخصيب، نقول الكلدانيين
بين العراق والكويت اليوم هيك طلع طلع جنب الفرات على قور الكلدانيين على حران فوق بين تركيا وسوريا ورجع نزل على أرض كنعان هيك مثل القبة. لما بيقدر يجي هيك لأنه هذه كلها صحاري هي بسمى الهلال الخصيب تمشي حول الأنهر الأرض الخضراء الخصبة وبمروره بكل هذه الحضارات شاف حضارات وشاف مدن وشاف أسوار وشاف ابتداء من برج بابل حضارة بابل حضارة نمرود فظيعة كبيرة عالية بس مهدومة أثرات على أثرات على أثرات على شعوب إجت وراحت على أمم إجت ومرت وما تركت وراها غير ركم من الدمار والخراب هون وهونيك. روح على الشرق الأوسط بتلاقي كل أنواع الأثار. فلما اجتاز كل هالمسافة ووصل لأرض كنعان وقال له الرب وقف وقف وقال له اطلع شمال واطلع جنوب اطلع شرق واطلع غرب كل هاي الأرض بدي أعطيك إياها لإلك ولنسلك من بعدك. طلع فيها هيك كأنه عم بيقول للرب أشكرك يا رب على اللي أعطيتني بس أنا بصراحة مش لاحقك منشان تعطيني هيدي الأرض. تعرف في مؤمنين لاحقين الرب منشان أشياء بالأرض بدي أمن فيك أعطيني بيت أعطيني هيك بدي سيارة أمين الرب يقدر يعطيك إياهم بس أحلح الرب بس كرمال هودي بدلك شيء. في ناس بيلحقوا الشيطان وبيقدروا يحصلوا هو أبكر بالكذب والنصب والاحتيال. قال له يا رب أنا بدي أعيش بخيمة وبدي أعلم إسحاق يعيش بخيمة ويعقوب يعيش بخيمة. هي بعبرين 11 عن وصلى قال عاش مع إسحاق ويعقوب الوارثين للموعد عينه بخيام علمهم إنه ما يشتروا ولا شبر أرض. قال لهم ممنوع تشتروا أرض بتضلوا بدو رحل ممنوع تبنوا بيت. قال ما كان في له موضع قدم في الأرض كل اللي الله بده يعطيها. تعرف ليه؟ قال لهم اطلعوا لفوق يا أولادي إلى المدينة التي لها الأساسات هيدي الحياة وهيدي الدنيا وكل ما فيها ليس لها أساسات كلها بتوقع وبتخرب. تذكروا ما شفتوا معي الركام ما شفتوا معي الأثار ما شفتوا معي الهبيط بتكون هيك يصير برجائكم. قال اطلعوا للمدينة التي لها الأساسات التي صانعها مش برهوم صانعها خالقها بارئها الله عاش للأبدية. استعمل هالدنيا بس ما امتلكته الدنيا ما قدرت تاخد قلبه ما قدرت تاخد اهتماماته ما قدرت تاخد فكره لأنه كان عم يمشي. قال وسارة إبراهيم مع الله مش بس أخنوخ قال سارة إبراهيم مع الله. يا أحبائي الرب يعلمنا من هالشخص هيدا رجل إيمان بطل الإيمان أبو المؤمنين نعمل نشتغل لكن ما نخلي شروشنا تمد بهالدنيا لأنه هيدا الدنيا ما إلها أساسات لكن هيديك صانعها وبارئها الله. المهم الإيمان نعم لكن الإيمان بشو؟ الإيمان بالرب الإيمان بصدقه بمواعيده الإيمان بقدرته والإيمان بالحياة الأبدية. فهل تريد أن تتبع إبراهيم بهذا النوع من الإيمان؟ دعونا نصلي. شخص ترك كل شيء كل شيء وراء لكن وثق وأطاع. أرجوكم يا أحبة تذكروا هذه الكلمة لكم معليش نحن مغمضين عيوننا ولو كان درس تطبيق أو تبين مثل الولاد الصغار بس هذه وسائل لنتعلم. يريد كلنا منقول كلمة لما دعي أطاع خلينا نقولها مع بعضنا لما دعي أطاع مرة تانية لما دعي أطاع. طبعا نقول شيء واحد بينك وبين الرب قل له يا رب لما دعيت أطيع مع بعضنا لما دعيت أطيع بصوت عالي لما دعيت أطيع. هل بتطيع الرب ولا بتطيع المامي ولا بتطيع الدولار ولا بتطيع الخطية ولا بتطيع المركز ولا التايتل الشهرة شو عم بتطيع؟ أطاع أن يذهب إلى الأرض يلي رب قال له عنه وهو لا يعلم إلى أين يمضي.
قل له يا رب علمني طيع، ساعدني طيع باسم يسوع. أمين.